تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا في هذا البرنامج نفتح قنوات التواصل بيننا وبينكم، اللي عنده ملاحظة، اقتراح، أي شيء من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي فالمجال مفتوح قدامكم. أرقام التواصل معنا بتخبركم عنها الدكتورة ندى الملة موجودة معي في الاستوديو، لكن قبل ذلك خلوني بس أرحب بحمد المعيوف معنا في التنسيق، في الإخراج عيسى سبيل، وكل الشكر لفريق الإعداد اللي متواجدين معانا واللي عدولنا هذه الحلقة المميزة. اليوم حلقتنا وايد مميزة، فيها يعني مواضيع جميلة جدا بتتعرفون عليها من خلال حلقتنا، فصباح الخير جميعا. أرقام التواصل معنا الدكتورة، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا محمود. أرقام التواصل معنا 600-55-1414 ورسالة نصية على 4006، موجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة بدبي في الانستغرام DHA_Dubai وعلى أكاونت نور دبي. طيب، إن كتب الله لك السعادة فلن يسرقها أحد منك، وإن كتب لقلبك الكسر فلن يجبره أحد سواه، فكن دائما متوكلا على الله. صباح الخير، هذه طبعا رسالة التفاؤل دائما اللي ما عودنا فيها متابعنا بازوكا. طبعا على طاري الرسائل الإيجابية مننتقل إلى الزميلة أسماء الجناحي. أسماء متواجدة معانا وبتعرفنا أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي ورسالة الهيئة الإيجابية لليوم. صباحك الله بالخير أسماء. صباح الخير. صباح النور. هلا يا اسماء، شو رسالتنا الايجابيه لليوم؟ رسالتنا اليوم عن التحدي الفشل. تحدى فشلك واعد المحاوله بخطه جديده ومختلفه، كرر ذلك حتى تنجح. احيانا لما نحن نقع بالخطا او نفشل في تحقيق هدف معين، يكون طريقه العمل هي اللي تكون خطا. نغير التخطيط، نغير طريقة العمل ونجرب مرة ثانية، فكل ما جربنا كل ما استفدنا أكثر، كل ما زاد خبرتنا، وإن شاء الله في يوم من الأيام بنوصل لأهدافنا ونحققها إن شاء الله. شوفي اليوم ترندنج على مواقع التواصل الاجتماعي وأكاونتات الهيئة. من أكاونتات الهيئة عندنا مبادرة جميلة مسوينها لجنة السعادة في مستشفى راشد. هم عندهم 3 أيام في كل أسبوع يتبنون احد المبادرات مشاريع الشباب، يقولون هناك يعطونهم مثل عربات السعاده، عربه ان يبيعون فيها منتجاتهم الخاصه، هذا كدعم ومناسبه ان عام الخير. ممتاز. فهم الاشياء اللي احنا عرضناها. دور الخليج العربي كرم هيئه الصحه لمشاركته في ومشاركه اطفاله المصابين بالسرطان في دوله الامل، هي ايضا من الاشياء اللي موجوده. واخيرا استقبال معالي سيد القطامي سمو الاميره دينا مرعد رئيس المنتخب للاتحاد الدولي لمكافحه السرطان، والتفاصيل كلها موجوده في حسابات الهيئه. شكرا لك يا اسماء ونهارك سعيد. نهاركم سعيد. طيب، من التواصل الاجتماعي نذهب دكتوره لموضوع جميل جدا، لكن خليني اسالك اول شيء عن يعني هل انت من النوع اللي يتامل؟ لا والله يا محمود، أنا خاطري أكون الناس اللي قاعدوا يسوون يوغا ويتأمنون، بس للأسف لا. طيب، في دراسة أمريكية حديثة أفادت بأن
طبعا دكتور بخبركم شو السالفة بعدين، مو بالحين عقب الفاصل بإذن الله. لكن أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن ممارسة تمارين التأمل مرتين أسبوعيا لمدة ساعة ونصف يمكن أن تحد من أعراض مرض الاكتئاب، خاصة لدى الأشخاص الذين لم يستجيبوا بشكل كامل للعلاجات المضادة للاكتئاب. الدراسة أجراها باحثون بمركز بوسطن الطبي التابع لجامعة بوسطن الأمريكية، ونشروا نتائجها في دورية الطب البديل والتكميلي. الباحثون في هذه الدراسة راقبوا مجموعتين من الأشخاص المصابين بالاكتئاب. الأولى مارست الرياضة، رياضة التأمل، لمدة 45 دقيقة مرتين أسبوعيا. المجموعة الثانية ما مارسوا هذه الممارسة. وجد الباحثون أن المجموعة اللي مارست رياضة التأمل مرتين أسبوعيا سجلت انخفاض كبير في أعراض الاكتئاب مقارنة بالمجموعة الأخرى. وقال قائد فريق البحث كريس ستريتر، أستاذ الطب النفسي وعلم الأعصاب بجامعة بوسطن، أن رياضة التأمل يمكن أن تستخدم كبديل أو كمكمل للأدوية والعلاجات التقليدية المضادة للاكتئاب. كانت في دراسات سابقة أثبتت أن ممارسة التأمل لمدة 25 دقيقة يوميا على مدار 3 أيام متتالية تقلل مستويات هرمون الكورتيزول المعروف باسم هرمون الإجهاد، وتزيل التوتر والضغط النفسي، كما أنها تقلل من شيخوخة الدماغ التي تصيب البشر مع التقدم في العمر. التنفس مهم وضروري في عملية التأمل، ويتم بعمق وهدوء، وبمجرد أن تبدأ في التأمل ستجد أن عملية التنفس تتم بانتظام، ويستحسن أن يكون التأمل في مكان هادئ، وأن تكون الإضاءة طبيعية ومعتدلة، وأن يملأ الهواء النقي جنبات الحنجرة، وأن تكون درجة حرارة الغرفة معتدلة. طيب تعليقك. والله محمود أنا من قبل أعرف عن فوائد التأمل. شو الفائدة تعرفي ما تسوين؟ أنا عارف حتى أن التأمل في ناس مارسوها كعلاج لتنزيل ضغط الدم، الناس عندهم ضغط الدم مرتفع واللي عندهم أنواع الصداع الشقيقة وصداع التوتري، بس الحين تحد من الاكتئاب، والله هذه إضافة جديدة. فممكن نخلي ساعة ونص أسبوعين، يعني المدة يعني معقولة، خلال أسبوع كامل ساعة ونص فقط نتأمل فيها، يكون هدوء بعد ما العيال يروحوا المدرسة. يقول رياضة التأمل عندنا نروح البر أو البحر. والله أحسن تأمل صدقك، لا تأخذ حد معك عاد عشان ما تسفي حشرة. لا، رياضة التأمل نحن نتكلم في يوغا، في كذا، في طريقة تنفس، في عشان لازم يكون هدوء، ولا تشيلوا معكم أكل ثجيل. في ناس تروح تسوي تأمل عقب تأكل أكل ثجيل، راح التأمل. متأكدة؟ هي والله. أنت ليش ما تتأملين دكتورة؟ والله محمود الحين بعد ما قريت الدراسة أفكر والله طبقها. أنت نطبق التأمل بر ودراجة. بر التأمل مذكور بالقرآن. نعم، التأمل مذكور في القرآن، وفي اللي يركب دراجة الوقاية، ها السيفتي الهلمت وهذيلة، من غير دراجة من غير سيفتي ما نبى ترى. زين نتكلم عن التأمل دكتورة، وين داش عارف في الدراجة؟ ويقول دراجة. زين مشكلة. عموما نحن عندنا مجموعة مواضيع مميزة، وفي عندنا ضيوف مميزين، ما نطلع فاصل إن شاء الله، بعد الفاصل ما نتكلم معاهم، ما ناخذ كل هذه النواحي. فبعد الفاصل عندنا موضوع خاص عن قسم أمراض الروماتيزم في مستشفى دبي، بيكون معانا منو دكتورة؟ الدكتور جمال علي الصالح، استشاري ورئيس قسم الروماتيزم بمستشفى دبي. طيب هذا من ناحية، من ناحية ثانية حسينا نذكر موضوع التأمين الصحي اليوم. إيه، كم باقي من الزمن محمود؟ 24 يوما فقط على نهاية مهلة التمديد. التمديد يخلص 31/3، والموقع اللي تدخلون عليه www.ishd.ae. خلاص ذكرنا، جزاك الله خير. طيب فاصل مستمعينا، بس أرقام التواصل معانا دكتورة 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006، وموجودين معاكم على حساب نور دبي بث لايف على الانستغرام، وأيضا عندنا كذلك حساب DHA_Dubai اللي هو حساب هيئة الصحة في دبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. دكتورة، قبل الفاصل كنا نتطرق لموضوع اللي هو أمراض الروماتيزم أو قسم صحيح. أمراض الروماتيزم، صحيح. أمراض المفاصل والروماتيزم تعد من الأمراض الشائعة في العصر الحالي بين مختلف الفئات العمرية، واللي تتطلب المتابعة وتدخل الطبي في الوقت المناسب لتفادي المضاعفات السلبية لهالنوع من الأمراض. هيئة الصحة بدبي حرصت على توفير العيادات التخصصية لتشخيص وعلاج أمراض المفاصل والروماتيزم وفقا لأحدث الممارسات والبروتوكولات العلاجية في هذا المجال. للحديث عن هالنوع من الأمراض، أسبابها، أعراضها، طرق الوقاية والخدمات المتعددة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي في هذا المجال، بيكون معنا إن شاء الله في الاستوديو الدكتور جمال علي الصالح، استشاري ورئيس قسم الروماتيزم بمستشفى دبي. صبحك الله بالخير دكتور. صبحت الله بالنور والسرور، مشكور للاستضافة. حياك الله. طبعا أول شيء، أول سؤال يطرح بالجميع، شو هو الروماتيزم؟ شو أنواعه؟ شو أعراضه؟ أوكي، تعريف الروماتيزم هو أي مرض يصيب المفاصل، الأربطة، العضلات والأكياس اللي حول المفصل كفكرة عامة. والتخصص هذا يعني أمراض المفاصل الله خلقها من بادئ الخليقة، إن كان شرحوه في المصريين القدماء، حطوه على الرسومات إن عندهم التهاب مفاصل. رمسيس كان عنده مرض يسمونه انكلوزينج سبوندلايتس اللي هو تصلب العمود الفقري. في العصر الحديث كان طبيعي إن تشوفين واحد عنده روماتيزم غالبا بيكون على مقعد أو يستخدم عصا أو إن يحبو على الأرض، وهذا كان طبيعي. خلال السنوات الماضية، العقدين الماضيين، الحمد لله مع تغيير الفحوصات تكون أكثر دقة، توفر أدوية منها إن تقدر توصل المريض لحالة طبيعية أو تصلح الالتهاب الموجود. تطلعات المرضى، تطلعات الدكاترة، تطلعات المجتمع إن المريض يكون صاحي، وهذا تطور في علاج المفاصل. أنواعها، لو قلنا حين إحنا العادة المريض يجينا بنوع وجع مفصل، صحيح. كوجع مفصل ممكن يكون بسبب مرض روماتيزم، ممكن يكون بدون سبب روماتيزم، بمعنى إن ممكن واحد يسوي زكام يحس بوجع مفاصل، صحيح. فحصل ممكن يكون موجب حق الروماتيزم، بس مو بشرط انه يكون عنده مرض روماتيزم. وهذا اللي يكون ان شيء حاد عابر ويروح، مش شيء مزمن. امراض الروماتيزم المزمنه او في انواع منها، بس امراض الروماتيزم كعامه تقريبا في 300 نوع لو خذناهم كلهم على بعضهم. في انواع نحاول نقسمها لنوعين، النوع الملتهب اللي فيها التهاب، والنوع الميكانيكيه. الميكانيكي عشان أخلص من الموضوع هذا، الميكانيكي هي اللي تأثر على المفاصل، بيكون في تلف للغضروف أو الوتر أو الكيس اللي حول المفصل أو العضلات، وهذيلة تتغير إصابتهم، تتفارق إصابتهم بين على حسب السن، على حسب النوع الإصابة، على حسب النوع المرض. والنوع الالتهاب هو النوع اللي نخاف منه، أو كل واحد منا نعمل حساب انه عشان ما يؤدي الى اعاقه، صحيح. فلازم التدخل، وهذا مشكور على المقدمه، انت ضربت المسمار مثل ما يقولون اول ما اولها. فنعم، هذه الامراض اذا تاخر فيهم، اذا تاخر تشخيص فيهم، نعم يكون مصاحبين مع اعاقه مزمنه، وحتى الادويه اللي هي نفخر فيها موجوده ما تشتغل في وقت الذكي. اسبابها يعتمد على نوع الروماتيزم. كسبب في نوعين، نأخذ من نوعين، مثل في أمراض الأسباب معروفة مثل داء الملوك مثلا، عارف أن اليوريك أسيد يوم يرتفع يستوي. في أنواع مصاحبة مع بكتيريا، عارف أن بسبب بكتيريا استوى التهاب مفاصل، صحيح. من نوع الروماتيزم السالب مثلا. بس في أنواع في روابط معها، بس ما بأنها السبب، بمعنى أن عندك الجين أو عندك الوراثة، بس لازم تكون عوامل خارجية مثل ضغط معين، التهاب معين، بكتيريا أو شيء عشان ينشط المرض. تلقين مثلاً اثنين توأم عندهم نفس الجينات، أوكي؟ واحد يستوي للمرض والثاني ما يستوي له، هم عندهم نفس الجينات، بس بحكم العوامل اللي تعرض فيها خلال رحلته في الحياة تسوي. كإصابة عمرية يختلف بنوع الروماتيزم. الإصابة من عندك من عمر واحد يوم لين ما يموت.
لما يموت معرض الإصابة. صحيح. من اليوم الأول. من اليوم الأول الحياة. هذا الدكتور يقودني إلى مجموعة أسئلة كانت تأتي، هل الروماتيزم يصيب الأطفال؟ نعم يصيب الأطفال. كيف أعرف أن طفلي فيه روماتيزم؟ أوكي. في يعني مجموعة أسئلة فيها. ونرجع للأحفان تخصص ذكي التخصص، كنا إحنا قبل متابعة حالات الأطفال الروماتيزم، بس كبر تخصص يمكن عدد في دبي أقل من 40 شخص إن عندهم الأطفال. بس أنا زاد في حين أطباء أطفال روماتيزم. الأعراف اليهال غير عن الكبار. الريال الكبير بيقول شيء عورني، أو الحرمة بتقول بتعورني جوه السوالف، بس الياهل ما بتحسن إنه تغير مشيته. صحيح. ما يعرف يلعب عدل. هالأشياء تخل دل الواحد إنه والله ها في روماتيزم. المشكلة في الأطفال إنه لو سويت لهم أي فحص روماتيزم يكون موجب. بحسب لأنه يتعرضون لبكتيريا، يتعرضون لفيروسات، فيكون موجبة. فالتشخيص مو مثل السكر، نسوي فحص سكر يطلع الروماتيزم، يطلع السكر مرتفع نقول هذا عندي سكر، أو مثل الكوليسترول إنه نسوي فحص كوليسترول. لا، هي أعراض مجمعة مع فحص سريري نوصل للتشخيص. هذا ممكن نطلب أشعة معينة عشان نوصل للتشخيص. صحيح. لأن لها عواقب، إنه من نوع الأدوية، من نوع الممارسة في المستقبل حق الطفل. فالأم اللي تسأل، نعم إذا حسيتي مشت الولد غير طبيعية، إذا كان عنده حرارة، إذا تلقين الصبح يقوم تيبس، إنه ما يبقى يسير من درس عشان يقول شيء، بس إنه صدق إنه ما يقدر يلعب، وهذا هذا تعرض على دكتور روماتيزم الأطفال. طيب إحنا نذكر إن معانا اليوم دكتور جمال علي الصالح، استشاري ورئيس قسم الروماتيزم في مستشفى دبي، وهذا الجزء من البرنامج اللي مخصصين للحديث عن الروماتيزم. دكتور، هل أمراض الروماتيزم أسبابها نمط الحياة أم مضاعفات لأمراض عضوية؟ أوكي، هذا يعتمد على النوع. لو قلنا نأخذ الشق الأخير، مضاعفات لأمراض عضوية، مثلا لو جينا على مرض الداء الملوك، نعم يكون مضاعفات منها إن لو واحد عنده فشل كلوي، نعم غالبا الإصابة أكثر إذا يأخذ أدوية كيميائية لأمراض ورم ولا شيء، إنه ممكن يستوي له. إذا عند واحد عند سوري عند مثلا الضغط ويأخذ أدوية ممكن تعرضه. نمط الحياة نعم يختلف. إذا كان إحنا سوينا دراسة برجع لها بعد شوية، هاي تعطينا فكرة عن الروماتيزم في دبي. بس نمط الحياة نعم، إذا كان سنك مثلا فوق 60، أنت نسبك 1 من 2 يكون عندك ويا ركب. صحيح. زين، وهي دراسة ثبتناها على الأشياء. إذا كنت أنت البي ام كثافة كتلة الجسم إذا أكثر من 35، عندك النسبة 1 في 2 بعد يستوي لك ألم ركب. فهي أشياء مؤثرة، وهي في إحنا نتكلم عن دراسات في دبي ما برا. صحيح. طيب دكتور جمال، ونعم في ما يقصر دكتور، هل آلام الآلام الظهر تسبب في آلام الروماتيزم؟ سؤال وايد وجيه وايد حلو، وهذا مثل يعني وصلت على الوتر. نعم، لو قلنا آلام الظهر كعامة، احنا سوينا رجع الدراسة، هاي دراسة بس ممكن تجاوب أسئلة وايد من المشاهدين معك. سوينا دراسة في 2009، مرينا على 13 عيادة على مدة سنة، جمعنا 5000 مواطن إماراتي، وهذيلا خذنا عينات عشوائية، ما بإن ناس قلنا لهم تعالوا يعني نسمونا عزمناهم، لا هذا اللي يجيني عزم نقول اسمح لي قاعد بعيد اللي عنده روماتيزم. خذنا عينات عشوائية، وهذيلا مرض هذيلا ناس يا مرافقين مرضى أو مرضى يعين عيادات خارجية حق زكام أو أي شيء ثاني. الفكرة كانت في 2009 تذكرون كان 95% من سكان دبي مسجلين في العيادات الخارجية، وهي قوة الدراسة إن تعطينا فكرة عن الوضع العام في دبي. صحيح. اللي حصلنا إنه خلال السنة 30% هم ألم ظهر. 30% يعني علاقة، وهذا تقييم مش بس 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 إلا لا، هذا تقييم باي بدكتورة معاي دكتورة منال السيد، وانا كنا نراجع الحالات هذه لكن يعني في خلال أسبوع حصلنا 25% في ألم ركب. أوكي. مش يعتمد على السن، يعتمد على أشياء. الحين هنا الروماتيزم، الروماتيزم اسم عام، لو جينا على التهاب الظهر من كل آلام الظهر 95% بيكون ميكانيكي، إن مثلا يتم 8 أسابيع أو شيء، أو عفوا له علاقة بالدورة له علاقة بأشياء ثانية. 5% العادة هو الالتهاب، وهذا اللي نبقى نزخ، هذا اللي نبقى ننحاصره ونعالجه بدري. صحيح. لأن هذا اللي يؤثر لإعاقة مزمنة. طيب دكتور، أنا باخذ هذه المداخلة على السريع وما رد عليها. فضل. وأيضا في سؤال بعد أبغي أتكلم عنه أثناء الفاصل كنا نتكلم عنه. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. يا هلا، اختصر لي بعبد الله لان عندي اقل من 5 دقائق. تفضل. على طول. انا وزني 70 كيلو وسني 56 سنة. كنت بعمل رياضة، فجربت في الرياضة ان انا اطلع السلالم لغاية الدور الثاني، فمشي الحال. بعد كده اليوم الثالث والرابع طلعت لغاية الدور الرابع. بعد كده حسيت بألم في الركبة الشمال.
قدام الركبة فوق فوق الصابونة. لا 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 جنب الصابونة يعني. جنب الصابونة. بيجد. زين. كنت عايز أعرف يعني رغم الرجل الشمال اليمين ما فيهاش حاجة. صحيح. طيب. واضح بعبد الله. يعتبر إيه دوت حبيبي؟ سلامك. هذا دائما أعطيك الصحة. في سنك وزنك الحمد لله زين بس هذا الاستوي يسمونه باتيلو فيمرر سيندروم هي الملازمة اللي بين الصابونة والعظمة الفخذ الفيمرال فهذه تستخدم من إجهاد غير مسبوق انك انت مو متعود تعمل هالشيء كلام قبل او زايد انه يكون الغضروف هناك كمية بسيطة منه استخدم على السنين على السنين هذا ميكانيكي صحيح. فالفكرة كلها يحتاج شوية تقوية كوادر العضلات الكوادرسبس يسمونها اللي فوق الركبة جميل دكتور تقدمون عديد من الخدمات في قسم الروماتيزم ولكن هناك في سؤال يتحدث عن الفرق ما بين الروماتيزم والروماتويد الروماتيزم اسم عام اسم عام لكل أمراض اللي تصيب المفصل الألياف اللي حول الربطة حول المفصل الأكياس العضلات والأوتار الروماتويد هو مرض التهاب الرثوي أوكي إنه يصيب سن بين 30 إلى 50 سنة الكلام إن النساء أكثر عرضة من الرجال يجي بطريقة إنه يصيب المفاصل الصغار أكثر من الكبار المفاصل الإيد مفاصل الريد ليكون مصاحب إنه في تيبس الصبح أكثر من الساعة مع ورم الحرمة تحس نفسها ما تقدر تلبس خاتمها مثلا مع إعاقة ما تقدر سوء استخدام ما تقدر تستخدم إيدها بالطريقة اللي تبغيها مثلا تبقى تمسك قرشة ما تقدر تبقى تمسك كلاس ما تقدر تبقى تكتب تبقى تلبس في صعوبة صحيح. هذا الروماتويد إذا ما عالجناه في الوقت المناسب بدايته احنا ممكن نعالجه بداية فيعطينا فرصة أكبر في دراسة من هولندا إذا عالجناه قبل 12 أسبوع في فرصة كبيرة إن المريض المرض يوقف ويرجع لطبيعته يرجع طبيعته يكون عند الأجسام مضادة أوكي. في فرصة كبيرة يعني شو الفحوصات اللي لازم يسويها الواحد عشان أوكي. يعرف هي أول شيء التقييم السريري كل يعتمد على التقييم السريري كبداية أوكي بعدين في فحص نسويه احنا نسمونه روماتويد فاكتور زايد في فحص من انتي سي سي بي هذا اسم مضاده زايد في فحص نشوف الالتهاب في الجسم الدكتور يقيم على موضوع هذا زايد ان في اشعه بيكون الترا ساوند ولا اكس راي ام ار اي عشان نشوف قدر كم قدر التاثر في المفصل اوكي وعلى اساسه يكون متابعه المريض طيب في سؤال وحده تقول ولدي يمشي على مشاطه اصابع قدمه هل ممكن يكون في روماتيزم دكتور على السريع هي ولا أو شيء عادي يمكن عادي يمكن هو متعود شيء يمكن صح إذا هو متعود شيء بس يحتاج يشوف دكتور عشان يقيم الكاحل طيب الحيام الدكتور ما بفتي شيء ما أعرفه طيب السمنة وعلاقتها بالروماتيزم لا علاقة بالألم الظهر وألم الركب طيب هل تيبس العضلات عند الاستيقاظ من النوم عند الأطفال ويستمر لدقائق يكون دليل على الروماتيزم العادة نص ساعة وأكثر بس دقائق ما في مشكلة ما في مشكلة بس ذاك يستاهل الواحد الدكتور يشوف المريض طرح الدكتور وتفصيل الموضوع رائع مشكور دكتور كلمة أخيرة تبغي توجهها قبل أن ننتقل أبغى أوصل المعلومة إن إذا المريض عنده مفصل واحد يعوره زي تيبس أكثر من الساعة يشوف دكتور العامة هاي حول عرماز وزم إذا ظهره إذا الألم يخف بالرياضة ويزيد بالقعدة زي تيبس يجي دكتور مفاصل لأن الحالتين هذين لازم نستغل عليهم بعد أوصي أن النظام الحياة الصحي اللي هي الرياضة زائد نحاول كتلة الجسم نخليها طبيعية قد ما نقدر جميل شاكرين لك دكتور جمال علي الصالح استشاري ورئيس قسم الروماتيزم بمستشفى دبي شاكرين تواجدك معنا اليوم مشكورين مشكور على استضافة مشكور مشكورة أعزائي المستمعين نطلع فاصل إن شاء الله نرجع نكمل فقرات برنامجكم صحة وسعادة فاصل وراجعين صحة وسعادة ورجعنا نكمل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة السمنة المفرطة من الحالات المرضية التي أصبحت أكثر شيوعاً في عصرنا الحالي بسبب نمط الحياة غير الصحي وقلة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل عام وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على الصحة العامة للفرد خاصة أن السمنة تعد من عوامل الخطورة للإصابة بالعديد من أمراض الأخرى بنتحدث عن السمنة والسمنة المفرطة والخدمات التشخيصية والعلاجية اللي تقدمها هيئة الصحة في دبي في هذا المجال بيكون معنا إن شاء الله في الاستوديو الدكتور علي خماس استشاري جراحة السمنة والمناظير بمستشفى راشد ورئيس جمعية الإمارات لجراحة السمنة صبحك الله بالخير دكتور صبحكم الله بالخير والنور حياكم الله وكنت بسألك سؤال قبل لا تسأليني تفضل
كم كنت تجيبين في التعبير في الثانوية؟ اللي بيتني هذه ألقى بظلاله. أشطر واحدة في التعبير، كنت أشطر واحدة. طيب دكتور خلنا نحل السلكة الحين. طبعا. أول شيء ما هي معدل كتلة الجسم التي يتم من خلالها تحديد درجة السمنة؟ أول شيء لازم نعرف نحن شو هو معدل كتلة الجسم. معدل كتلة الجسم أو البي ام آي هو رقم ينتج عن الوزن بالكيلوغرام في البسط، في المقام نحط الطول بالمتر. يعني الواحد قصير مثلي أنا 173 سانتي، المفروض يكون 1.73 مربع. جزاك الله خير. في المقام يعني نحن قصار. ما عارف لما كنت في السويد كنت قصير. السويد ما شاء الله يعني 56. المهم فهذا معدل كتلة الجسم ينحسب بهاي الطريقة. والطريقة الأسهل أن الواحد يكتب BMI calculator على جوجل أو حساب معدل كتلة الجسم، وفي آلاف المواقع. صحيح. الواحد بس يحط طوله ووزنه بالفيت بالسانتي بالمتر بالواتيفر بيحسبه. جميل جميل ممتاز دكتور. فجواب سؤالك، أي؟ السمنة المرضية المفرطة تبتدي عند معدل 35، عند 35. تحت من 30 ل 35 يسمونها سمنة. حد يقول لي 37 مفرطة مرضية؟ مرضية من 35 وفوق هي مرضية مفرطة. الشفط هو تعديل للشكل وليس تعديل للحالة المرضية. جميل. الحين أبغى أسألك شو الفرق ما بين تحويل مسار، ما بين القص المعدة، القص المعدة، ما بين الشفط؟ الشفط، الشفط الله يسلمكم عملية تجميلية. هذا خارج اختصاصي أنا في الجراحة العامة، هذا من اختصاص الجراحين التجميل. الشفط يعني أنت لما تعمل عملية شفط أنت تعمل عملية تحت الجلد، ما بين الجلد وعضلة جدار البطن. نعم. أو العضلة إذا بتشفط مثلا في الفخذ أو في 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 في, في الذراع أو في. فأنت تشفط ماكسيمم 3-4-5 كيلو راح يردون يتكونون مرة ثانية خلال 5-6 شهور إذا ما حافظت، إذا ما عملت رياضة. فهي عملية لتغيير شيء من الشكل. أوكي. فإنسان وزنه 120 بيشفط 4 كيلو بيستوي 116. شكرا جزيلا شيء. يعني ولا أنك سويت شيء. طيب تحويل المسار ولا ناخذ المداخلة هذه دكتورة وبعدين نتكلم عن تحويل المسار؟ تفضل. من معانا؟ مرحبا يا دكتور. هلا تفضل. براشد. مرحبا، معك براشد طال عمرك من دبي. حياك الله براشد، تفضل. صبح عليكم بالخير. صبحك الله بالنور. أنا طالت عماركم بغيت بس أستفسر عن موضوع، هل هذه العمليات اليوم اللي تجرى على أساس انقاص الوزن الشخص اللي يعملها بعد مرور فترة سنوات مثلا 4 أو 5 سنوات، نحن سمعنا بأن الجسم يفقد كثير من العناصر الرئيسية اللي كان هو يتمتع فيها مثلا الفيتامينات وغيره والأملاح والدهون كل هاي الأمور. هل إذا عمل هذه العملية بعد مرور 3 أو 4 سنوات يكون هو هذا الشخص فقد هذه الأمور وبدأ بعد العملية يعتمد على التكوينات اللي هي هذه الكيماوية المركبة كأدوية بديلة؟ جميل. براشد يعني إذا اختصرت سؤالك، ما هي المضاعفات التي قد تترتب على مثل هذه العمليات؟ صحيح؟ لا هي هو سؤال عن 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 التغذية. درجة التغذية لدى المريض اللي أجرى العملية، هل هو في حالة سوء تغذية؟ لا طال عمرك أنا قصدي. زين عطني السؤال شو هو بالضبط براشد؟ كون هذا الشخص الحين عمل هذه العملية واعتمد على هذه الأدوية براشد عشان الوقت دخيلك، هذه البدائل تكون جيدة بالنسبة لخلال السنوات الجاية ولا لها مضاعفات؟ شكرا جزيلا براشد، جزاك الله خير. تفضل دكتور خلينا نجاوب على براشد على السريع. بالنسبة لسؤال براشد هو واضح، هو يتكلم عن نقص التغذية اللي يحصل بعد العملية، سواء عملنا عملية تحويل مسار أو عملية قص معدة وتكميم المعدة، وهذا شيء صحيح كلام راشد صحيح. فبالتالي هم يحتاجون مكملات غذائية في عملية قص المعدة لمدة سنة ونص، وممكن تستمر لفترة أطول. في عمليات تحويل المسار ينصح أنه الإنسان يأخذ المكملات الغذائية والفيتامينز هذه والمعادن طول حياته. طبعا
هذه ما لها اثار جانبيه اللي هي المكملات الغذائيه هذه، طول حياته ياخذ هذه المكملات. هذه النصيحه اللي تردها الجمعيات الجمعيات الطبيه، لكن الواقع حقيقه في مرضى كثير عاملين هاي العمليات وبطلوا ياخذونها، وفي جزء كبير منهم ما تاثروا، في جزء تاثر في جزء ما تاثر. هذه اللي الحين مجال بحث، بس النصيحه نحن ننصح المرضى انه ياخذ حبه مالتي فيتامين خاصه بعد مرور سنتين يوميا، ويشيك الفيتامينز كل سنه. هدى اعصابك دكتور، لا تدق على المايك ينسمع ترى. زين دكتور، انا باخذ بس الاجابات على السريع الحين. اي شخص لو كان وزنه تقريبا طبيعي ممكن يسوي شفط؟ قلنا الدكتور مو متخصص الشفط، لكن ممكن وزنه طبيعي ممكن. وشو رايك بالبوتوكس للبطن؟ للمعدة. البوتوكس للمعدة ليس عليه أي دراسة، في دراسات بس دراسات ضعيفة جدا، بالتالي لا ينصح ولا المفروض أن تكون هاي الممارسة موجودة في المؤسسات المحترمة. طيب، ما هي مضاعفات عمليات تحويل المسار؟ عمليات تحويل المسار مضاعفات، في مضاعفات آنية وفي مضاعفات على المدى الطويل. على المدى الطويل السؤال يتكلم عن أي واحدة فيها؟ عن الاثنين. يلا، المضاعفات الآنية اللي هي تحصل أثناء العملية وخلال أول 30 يوم من العملية، اللي هي عبارة عن ممكن يكون في نزيف أثناء العملية ونزيف بعد العملية، ممكن يكون في تسريب، ممكن يكون في التهاب للصدر، ممكن يكون في جلطات لشريان للوريد وريد الرجل أو شريان الرئة. وكل هاي المضاعفات لو جمعناهم مع بعض الخمسة الميجر هم يكونوا في حدود 4-5% ممكن حد من المرضى يصاب فيهم. المضاعفات الطويلة المدى هي أغلبها تكون ممكن يصير تضيق في القص أو في تحويل المسار في الوصلة بين المعدة والأمعاء، وممكن يصير نقص في أحد الفيتامينز أو المعادن المفروض للجسم يحتاجها. ما هو علاج السمنة عند الأطفال؟ علاج السمنة عند الأطفال هذا موضوع بحث كبير جدا، ويحتاج أن دكتور الولد يومي تيمتين يعني. أنت تتكلم عن الولد اللي إحنا نسميه مربرب. هم يتكلمون عن هم يتكلمون عن طفل عمره 4 سنوات وزنه 87 كيلو. تمزح؟ والله العظيم. نشوف العيادة بعد. يس، هذه مشكلة. المشكلة هذه تحتاج يعني التواصل ما بين، تحتاج مؤسسة. صحيح. تحتاج عمل مؤسسي ما بين والله تحتاج خطة وطنية. طبعًا. حقوق إنسان تحتاج والله. طبعًا، لأن أنت تحتاج المدارس تكون معاك، العائلة تكون معاك. صحيح. والبي إتش سي اللي هو الرعاية الصحية. الرعاية الصحية الأولية تكون معاك. طيب. وهاي الدول قليلة اللي قدرت تسيطر عليها. نحن عندنا في أكثر من مشروع في هذا المجال دكتور من الفترة الأخيرة. يعني أنت ذكر كان في لجنة من اللجان على مستوى وزارة الصحة وعدد من الوزارات كانوا يتحدثون عن خطة وطنية لمكافحة السمنة عند الأطفال بحلول 2018. والله هذا بادرة طيبة جدا، لأن هذا شيء ضروري وفي دول نجحت، فنحن ممكن نأخذ يعني ما نقول كوبي نسخ التجربة، ولكن الاستفادة من تجربة السويد من الدول اللي نجحت في الحد من تطور المشكلة. هذه تقول ولدي عمره 11 سنة ووزنه 52 عادي، أنا والله نتذكر لي عمري 23 سنة توني واصل 60 دكتور. لا طبعا مو بعادي. الطفل عمره 11 سنة ووزنه 52 وزنه عالي، بس هذا مش من يعني نحن ما ننصح بالعمليات، لكن للأسف هذه الأطفال يحتاجون برنامج قوي. صحيح. الـ يعني ذاك اليوم كان عندي مريضة تتكلم عن طفلها. إنزين أن يأكلون برجر ويأكلون مش عارف إيش وما يأكلون في البيت دكتور. قلت إنزين ليش تخليهم يطلبون يعني بالفرق. من كافتيريا هو هذا دكتور ما أقدر أمنعهم. لا تعطيهم بيزات أبسط شيء. يعني إذا الطفل عمره 9 سنين أنت ما أو 10 سنين أو 11 سنة عندك في البيت رأس هذا ما تقدر تمنعه إنه يطلب من الكافتيريا. على الشيء الكبير كيف بتمنعه عقب؟ هذا السؤال اللي تطرحه الأمهات دكتور. أنا يوميا والله يعني أقول نفس الشيء. هذه مشكلة، فتربية الأطفال صراحة تحتاج حزم. يعني دكتور هل جراحات السمنة تساهم في خفض ضغط الدم ومستوى السكر في الدم؟ نعم. أهم شيء الابتعاد عن الوجبات السريعة منذ نعومة أظافرهم. يس. عيبتنا هاي نعومة أظافرهم. أنا بعد وايد عيبتها. بنتي عمرها 8 سنوات وزنها 60 وطولها 150. لا حول ولا قوة. 150 طولها؟ إيه. طويلة بنتها ما شاء الله. إيه ما شاء الله يعني 8 سنوات زين.
ما أعرف يمكن 50 شوي نقدر يمكن لو بوسويدي مثلاً زي يمكن 150 وزنها 60 هاي نقدر نعتبرها شوي مربع ربع بس عادي. ما عندي أي سؤال. الله يسعدكم والله يسعده يسعد صباحكم. تحياتي للدكتورة ندى وأيضا تحيات السمنة. السمنة يا جماعة الخير في مسألة في حد تكلم عن النحت. تجميل يا صح. هذا تجميل. الله يعينكم إذا منورين. شكرا جزيلا دكتور. السمنة من جلوس في العمل لمدة 8 ساعات أو أكثر من 8 ساعات هذا سبب السمنة؟ لا. في أعمال مشتركة وأفكار للعمل التطوعي في هذا الأمر صحيح. هناك الكثير من المجال. طيب دكتور محمود ما جاوبنا على الفرق عن التكميم والقص والتخليم. خليني أتكلم بقى نجاوب. تفضل دكتور. هم معلومة مهمة وايد ناس يسألون عنها. تفضل دكتور. محمود ما يسمح لها تقول أي شيء. لحظة أنت شاهد دكتور في أسئلة الجمهور جمهور ولا أسئلتها شو أهم؟ أهم هي طبعًا هي في الاستوديو موجودة. للجمهور أنا عندي أهم. أنت جمهورك يحبك وتحب تحب. ويحبونها هي بعد كذلك. شو السؤال؟ الفرق بين قص المعدة وتحويل المسار والتكميم. القص والتكميم نفس العملية. نعم تفضل. لهم مسميين. أما تحويل المسار فهي عملية ثانية. يعني قص المعدة هو استئصال جزء من المعدة من يتراوح من بين 60 و80% بالمئة من حجم المعدة يختلف المريض لمريض. أما تحويل المسار فهي عملية ثانية تماما. طيب بين تحويل المسار عمليات مختلفة يعني أكثر عن عملية. إذا لم يحمود يلاقي سؤال. لا هذا السؤال موجود بس يلا قولي. بالنسبة التكميم والتحويل هل البي ام اي او كتله الجسم تحكم اي عمليه بنسوي؟ هذا واحد من الاشياء اللي تحكم. يعني مثلا احنا نعرف ان الناس اللي بي ام اي مالهم او معدل كتله الجسم مالهم اعلى من 45 عمليه القص او التكميم اللي هي نفس العمليه نسبه نجاحها اقل او قدرتها على تخفيض اوزان هذه للناس اقل. فنحن ننصح هذه للناس بأن يسوون عملية تحويل مسار. عملية تحويل المسار في تنزيل الوزن أفضل. هذا يعني فهذا كان أمتن تحويل المسار أفضل. نعم. أوكي. أسأل. اتفضل. أوكي. السبب دكتور هل الطول له علاقة بزيادة الوزن؟ ما علاقة الطول والوزن عند الأطفال؟ طبعا تكلم عن هذا الموضوع الدكتور. طبعا الطول كل ما كان الإنسان أطول كل ما كان وزنه أعلى. هذا طبيعي. هل الوراثة تلعب دور في السمنة؟ نعم. أهم شيء الدكتورة. عشان أسألتك يعني أغرب الحالات التي مرت على الدكتور. شو أغرب الحالات مرت عليك دكتور في السمنة؟ هي بطلت أستغرب. البوينت بيفور كنت بطلت أستغرب. يعني لا في حالات مؤسفة وفي حالات مضحكة. يعني مثلا في مريضة هاي ما أنساها. يعني كانت قاعدة وياي في المكتب وأحاول أفهم أنا هي شو يعني نظام أكلها. دكتور أنا ما أكل إلا سلطة. لا يا أختي يعني ما يستوي. أنت وزنك 135 كيلو وما تأكلين إلا سلطة. والله قعدت نص ساعة تحلف إن ما تأكل إلا سلطة. وبعدين لما يأست مني إني أستسلم قالت لي دكتور أنا داوم في ما بقول المكان إنزين أحد مؤسسات حكومية يعني بس داوم شفتات. يعني شوفي يعني مثلا بالليل هنا أكيد بنطلب برجر وبيبسي. الله يخليك تبغى تقولي سلطة. قولي برجر وبيبسي وخلصيني من نص ساعة. أنا جالس أسأل يمكن برجر حسبة السلطة خيار البرجر سلطة سلطة باللحم والخبز. اللي الأشياء اللي إحنا لازم ننتبه لها إنه اللي كان معروف قبل أو اللي كان ناس تنصح بالابتعاد عنه اللي هو بتعدوا عن الشحم وبتعدوا عن الزيت والمش عارف إيش أصبح اليوم مشكوك في الموضوع. الموضوع صح. الأكثر اليوم العلماء يركزون عليه هو السكر. السكر صح. يعتقد أنه هو سبب رئيسي للسمنة وليس هذا. طيب هل تحويل مسار مصغر هو أفضل عملية من القص كما هو شائع؟ يعتمد شو قصدنا بأفضل. إذا قصدنا هل ينزل وزن أكثر فنعم عملية تحويل المسار مصغر تنزل وزن أكثر من عملية قص المعدة. دكتورة أسئلتها أهم من أسئلتنا. شكرا. لا 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 لا. وكم نسبة الفشل اللي في عملية تحويل المسار دكتور؟ أول شيء لازم نعرف شو يعني تعريف الفشل. هل الفشل معناته أن الوزن ما نزل ما تغلبونه لا. أو الفشل مثلا صار فيه أعراض ثانية يعني أوجاع. فكلمة الفشل هي لازم نعرفها أول صح. إذا كان عدم نزول الوزن بتاتا فهذا نادر جدا جدا جدا. إذا كان
نزول وزن بس بصورة غير مرضية، هاي مشكلة، لأن كل واحد عنده تصور. نحن عندنا الحين قمنا نسوي محاضرة حق شهريا في مستشفى راشد حق المرضى اللي مسوين عملية الشهر الجاي. طيب فأنا من محمود إذن لي بهالكلمة، فأنا دائما أقول حق المرضى يا جماعة أفهموا شيء واحد، ما حد منكم بيستوي مانيكان، forget about it، خلاص معلومة مهمة فعلا، بينزل وزنكم بس ما بتسوون مانيكانات. أكيد صحيح صحيح دكتور. طيب دكتور رح ما نأخذ الإجابات سامحيني الدكتورة بس على السريع لأن ما أقل من خمس دقائق عندنا. كم نسبة الفشل في عمليات هذه جاوبنا على شاي الكرك يسبب السمنة مع الوقت ابتعدوا عنه. منور، هل الثوم يساعد في التخسيس؟ لا، مشكلتنا في نمط الحياة وقلة الحركة ونظام الأكل غير المتزن. الأخيرة أهم، نظام الأكل، نوعية الأكل، توقيت الأكل. أنا من سنتين عملت عملية تحويل مسار لكن وزني نزل 180 وثبت على 115 وكمية الأكل زادت. تحتاج تراجع طبيب لسؤالك العملية لأن احتمال تحتاج عملية تصحيحية وتحتاج تراجع أخصائي تغذية. حقا البوتوكس في المعدة هل مفيد لتنزيل الوزن؟ جاوب عليه الدكتور قال لا. هل يمكن عودة للوزن بعد جراحات السمنة؟ نعم. يسعد صباحكم يا أهل الإمارات، أعتقد التكميم حل جذري. ليس حل جذري، لا، 30% من اللي يسوون عمليات تكميم في الوطن العربي يردون يسوون عملية ثانية خلال 3 إلى 4 سنوات. الحمد لله أنا نزلت أكثر من 100 كيجي، ما شاء الله، ما شاء الله، زين، من دون عمليات جراحية من خلال الرياضة والأكل الصحي خلال سنة واحدة، والحمد لله بعد 3 سنوات من البداية سويت ماراثون دبي 42 كيلو جرام جري، وقبل كم يوم سويت بطولة أبوظبي للترايثلون. أتمنى الجميع يستفاد من التجربة. أنا أبغي واضح طرش لي رقمك، ممكن نستضيفك عندنا هني في البرنامج. أعاني من قلة إيجابي. أعاني من قلة الوزن بس عندي كرش ما يروح بالرياضة. إذا عندك حل بيعطوك جائزة نوبل. أنا أعاني من نفس الشيء، أنا كنا نعاني من نفس الشيء مع كبر السن. يصير فيه شوية ترهل في العضلة، يزيد شوية الشحم في بعض المناطق عند الرجال وبعض المناطق الثانية عند الحريم، هذا شيء طبيعي. دكتور ابني الكبير، ابنه هو يعني مو ابني أنا، 14 سنة وطوله 178 ووزنه 82، والثاني 13 وطوله 164 ووزنه 53، يعني لو زانوا بداية سمنة؟ لا أكيد؟ أكيد 178 82 ها طبيعي طبيعي صحيح. و14 سنة، هو 14 سنة، هو طويل ما شاء الله طويل. إيه صباح الخير، ولدي عمره 12 سنة ووزنه 80، وايد كم طوله؟ لا ما 12 سنة بعد يعني كم بيكون طوله؟ إذا ها 14 سنة 178 إيه بس 12 قبله بسنتين، يعني هذا دخل في البيوبرتي، دخل في هذا، وشايف هالليها الشباب أول ما يدشون المراهقة يوم سنة شيء فجأة تشوفه تقول شايفينه قبل سنة وايد طويل. إيه فهذا نقز أبو 14 بس هاك أبو 12 بعدين كم ما دخل، فثمانين وايد. السلام عليكم، ولدي عمره 13 سنة طوله 150 ووزنه 60، سؤالي هل طوله متناسب مع عمره ولا شو الحل؟ مو بالعمر، هو طول الوزن يعني هو شوية في زيادة وزن بسيطة، بس رياضة بالنسبة للأطفال وحتى الكبار رجاء خلي ينامون من وقت، لأن أثبتت الدراسات أن النوم في الليل يساعد على تنزيل الوزن. السهر، تخيل السهر من دون أكل يرفع الوزن، وما في حد يسهر ما يأكل. صحيح صح، في دراسة فعلا طلعت ان اللي يسهرون الهرمونات من الجسم عندكم ما تنضم يزيد وزنكم. صبحكم الله بالخير، ممكن تاخذون لي موعد عند دكتور جمال بارك الله فيكم، ضروري لانه هو اللي سوف يعالجني، جزاكم الله خير الوالدة ام راشد. خذي رقمها ام راشد، حمدة اذا تسمعيني حمدة، خذي رقم ام راشد انزين، و رقم ام راشد الله يخليك، مري على المركز اللي انت تابع له انزين، خليهم يحولونك هناك على دكتور جمال انزين، وبعدها نحن نتصرف ان شاء الله، ما نحاول قدر الامكان نوصلك بالدكتور جمال. تامرين دكتور، شو تقصد بتوقيت الاكل؟ مهم جدا توقيت الاكل، يعني الاكل اول شيء وجبه الفطور نعتبرها وجبه رئيسيه، لازم تكون، والفطور لازم يكون ايرلي، يعني الصبح بين 6 و7، العشاء هذا المتاخر، الاكل في اوقات متاخره، السناك اللي 24 ساعة مثلي أنا جاي بتوكس وياي حق الاستوديو ما له داعي. أنت ليش يا بنا؟ لأني يعت وأنتم ما عندكم فواكه.
نحن ما عندنا فواكه صح؟ لا لا لازم تجيب الفاكهة معاك. لا فاكهتي تمت راشد. لا مشكلة. عموما دكتور نحن وايد سعيدين بهذه الحلقة مرت علينا بشكل سريع. آخر شيء هل في استرجاع للوزن بعد عمليات تحويل المسار المصغر وكم نسبة الزيادة المتوقعة؟ جاوبنا احنا السؤال. كل أسئلة كل جراحات السمنة ممكن ان يصير فيها رجوع في الوزن. عموما شاكرين لك دكتور. كلمة أخيرة تبغى توجهها في أقل من نص دقيقة. كلمة أخيرة بوجهها أبعيد نفس الكلمة الابتعاد قدر الإمكان عن السكر والأطعمة اللي تحتوي على سكريات عالية. رقم 2 توقيت ونوعية الأكل. رقم 3 بالنسبة للأطفال عشان نمنعهم الأطفال الطفل لما يوعي يصير يدور أكل خل نحط أكل زين لهم في الأماكن اللي هم يدورون فيها ويتعودون. الطفل يأكل اللي تشوف عدالة. يشوف عدالة بسكت بيأكله. يشوف عدالة تفاح مقشر وجاهز بيأكله. يشوف برتقال يشوف عنب بيأكله لأنه ياع بيضطر ياكل اللي موجود. خلي ياكل اللي يبغي ياكل. الدكتور هذا صرخ علينا عيسى زبيل قال خلص الوقت. وصلنا لختام حلقتنا اليوم. نحن شاكرين لك دكتور علي خماس استشاري جراحة السمنة والمناطق بمستشفى راشد ورئيس جمعية الإمارات لجراحة السمنة. شكرا لك دكتورة ندى. شكرا لكم. شكرا لك يا محمود. طيب شكرا لك حمد المعيوف. شكرا لك عيسى سبيل. وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد تقبلوا تحياتنا ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.